وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل في رؤيا يقول: يا شيخي، في نهار هذا اليوم، اليوم 24 رمضان الموافق اليوم الأربعاء، كنت نائم فرأيت أني أمشي في سطح بيتنا القديم وأكلمك بالجوال، والسماء سوداء وفيها غيوم ومطر خفيف ينزل من السماء، والقمر في منتصف السماء تقريبا كنصف الجفنة وكبير، ونزل من القمر نور كالكشاف إلى الأرض يتحرك يمين وشمال، ويوم نزل النور من القمر فطفى نور بيتنا الشمع وبقي النور النجف، ورأيت صحن فيه 3 برتقالات وآخر فيه 2 برتقالتان. إن صدقت هذه الرؤية فلعلها ليلة 25 هي أرجى الليالي، لأن طبعا يعني النور من السماء، الملائكة لأنها خلقت من نور، ونصف الجفن حديث أبي هريرة عند مسلم قال: تذاكرنا ليلة القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من رأى منكم القمر لما كان كشق جفنة. طبعا النور يتحرك يمين ويسار وينزل من القمر، هذه الملائكة تنزل ملائكة الروح فيها بإذن ربي من كل أمر، وطفى كل الأنوار من قوته. وطبعا 3 و2 5 يعني ليلة 25. وأيضا الغيوم المطر الخفيف، نعم إنه ورد في بعض الآثار أنه يكون فيها ليلة القدر يكون فيها مطر، إيش يكون فيها مطر، يكون فيها مطر خفيف. فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه من أرجى الليالي. وهذا لا يعني أيها الفضلاء أننا لا نجتهد في بقية الليالي، لكن علينا أن نجتهد، وأن نجتهد في كل الليالي الباقية ومنها هذه الليالي الوترية. والحمد لله الذي أخفى هذه الليلة لكي يجتهد الناس في كل الليالي. وكما قال ابن القيم في الفوائد قال: لو أنها ليلة في حول لقمت الحول كله، فما بالك يا ليل في 10 ليالي وفي الأوتار منها، فحريم بنا أن نقومها. والنبي يقول: من قام ليلة القدر إيمان واحتسب الغفر لما تقدم من ذنبه. وقال تعالى: أنا أدركت ما أقول، قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو فاعفو عني. الله يجعلنا من أهلها يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.